اهلا من جديد بكل المشاهدين الكرام اللي بيتابعونا وين ما كانوا. وصلنا لاخر فقراتنا في حضرة المساء لليوم، ويمكن التدريب الاعلامي بصورة عامة يعني ما بين مؤيد ومعارض، البعض يعني بيرى انه التدريب ممكن يكون حاجة كويسة تصنع اعلامي ناجح ومحترف، وفي بعض العاتبين عليه باعتبار انه هو وسيلة فقط لكسب مزيد من المال، ليس إلا وإن يعني ما بيضيف للدارس نوع من الخبرة العملية على أرض الواقع. سعيدين جدا إنه في هذه المساحة تكون معانا عبير أحمد عبد الله، إدارة الإعلام جامعة الخرطوم. مرحبا بك يا عبير، مرحبا مساء بك الخير يا عليك. دفني، ومساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. مرحبا بك عبير. يمكن تسنيم ذكرت إنه التدريب الإعلامي في الفترة الأخيرة انتشر بصورة كبيرة جدا، فكثير من المراكز بتاعت التدريب بتنشر بوسترات أو إعلانات للتدريب الإعلامي، فأنت كيف نظرتك للعمل اللي بتقوم به مراكز التدريب تحديدا في التدريب الإعلامي؟ يعني هي المراكز التدريبية صراحة بقت كثيرة شديد، وفي نفس الوقت ما عندها منهجية واضحة أو ما عندها خط بتاع تدريب واضح. يعني معظم البوسترات اللي احنا قاعدين نشوفها في الفيسبوك بس هي عايزة انه والله مذيع ناجح، ما بعرفه مراسل إعلامي ناجح، لكن ما عندها المؤسسية أو القاعدة التدريبية الواضحة أو الخط التدريبي الواضح. يعني انت ما ممكن تنزل لك بوستر بتاع دورة تدريبية بتكلم عن انه تصنع إعلامي ناجح، هو في الحقيقة دارس 4 سنة أو 5 سنة، يعني بيكون عارف المعلومات دي وعارف التفاصيل دي، فأنا عايزة تطبيق عملي. فمعظم المراكز التدريبية هي ناشئة عن، أنا قادرة أسميها وممكن أسميها إنها هي كسبا للمال، يعني ما أقدر، هي بتسعى للمال. فبتجيب مثلا زول معروف، زول مشهور عنده اسم بتبهر به، وإنها بتبهر به والله زول متدرب الجاي، يعني فما أقدر. أنت بتدخل بتتدرب بتشيل شهادة بتطلع، لكن ما حد في ذكر جدا في حاجة أصلا، لأنه أصلا التدريب عبارة عن دراسة نظرية ما عملية. يعني يمكن الجانب النظري كل الناس أخذته في الجامعة، لكن برضو خلينا أذكر حاجة مهمة جدا، حتى نحن يعني بيخشوا لنا في الماسنجر أو في الفيسبوك أو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي إنه أنا كيف أبقى مذيع ناجح إذا قريت أو، لكن الحاجة اللي نحن كلنا عارفين إنه الإعلام ده أو قعدتنا احنا قاعدين نعديها تسنيم موهبه، يعني سبحان الله، فالموضوع ده شويه صعب. فعلا رايك شنو؟ فعلا هو صعب جدا، لكن دي بترجعنا لنقطه برضو انه الطالب مجرد ما خرج من الجامعه والله شاف تسنيم او شاف اكس من الناس مثلا، والله انا عايز ابقى زي تسنيم، بس كل الفكره. او مثلا واحد من الشباب غدوة واحد من المذيعين اللي عنده جدا انا عاوز ابقى زيه، يعني لكن ما عنده الفكره او ما عنده رؤيه او حتى هو ما مكتشف نفسه. فكونك تكون ممكن يكون ما عارف الاعلام هو شنو اساسا او ضريبه الاعلام شنو بالضبط كده. يمكن برضو يا عبير يعني نقطه مهمه جدا في موضوع المراكز بتاعت التدريب ده، انا يعني ما عارفه، يعني لانه كثير من الناس عندهم تحفظ على الحاجه دي، يعني في زول بيكون تجربته ذاتها في الاعلام ممكن تكون قليله جدا، بيفتتح له مركز بتاع تدريب بنلقى يعني بوسترات في الفيسبوك انه فلان الفلان الدوره التدريبيه الفلانيه، يعني هو ذاته ما اخذ الخبره الكافيه لانه يكون مدرب في المجال الفلاني. هو ذاته يا تسنيم كونك تكون مدرب بحد ذاتها دي نقطه مهمه شديد، ما هي زول بيقدر يدرب على الفكره، ولا حتى الاساتذه في الجامعه في حد ذاتهم ما حيقدروا يدربوا. فالتدريب محتاج لزول اساسا عنده خطوات واسعه جدا، على الاقل يكون عنده شهاده بتاعت ماجستير غير الخطوات الثانيه او غير التفاصيل الثانيه هو مفترض يكون متمرس عليها. يعني معظم الناس المدربين حاليا في المراكز التدريبيه ما اعتقد انه بيقدر بيعيد حقيبه تدريبيه. المركز التدريبي نفسه في حد ذاته هو بجيب زول معروف او زول مشهور او زول معروف لدى الناس، لكن هو ما عنده الخلفية الواسعة أو الخبرة الكافية إنه يعني هو يجيب منه، أنت حتدرب منه، حتدربهم كيف؟ شنو أنت المادة اللي أساساً عديت عليهم؟ فكرتك فدي فكرتك شنو؟ هو أنت أساساً خدت شنو عشان تطلع بعدين زول متدرب ناجح بيقدر هو ينافس في سوق العمل؟ سوق العمل الإعلامي بالذات محتاج لزول تكون خبرته كويسة، يعني عليه لأقل لأنه منافس فيه عالي جداً، وما أعتقد في زول بيقدر بيثبت في المجال الإعلامي ما دام عنده خبرة يعني. فالمركز التدريبي الهم الاساسي انه هو كسب للمال، وبالمناسبه الدورات التدريبيه دي ما رخيصه، غاليه جدا ومكلفه جدا. كونك تستقطب متدرب ما عنده الخلفيه الكافيه انه بس والله انا عايز ابقى زول مشهور زي فلان الفلاني، او انا عايز امشي ابقى في الاذاعه الفلانيه او في التلفزيون الفلاني زي فلان الفلاني مذيع الاخبار او البرامج السياسيه الحواريه، فدي ما حاجه كافيه يعني. فهم
بيستقطبوا في الناس ذي اللي هم يكون لسه ما مكتشفين ذاتهم وما عارفين نفسهم هم ماشيين وين. هم فقط بيسعوا لانه هم يكسبوا المال. طبعا قصة مشهور دي عبير شوية مع احترامي لبعض الزملاء حتى في 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 على مستوى الاعلاميين الشغالين في القنوات او في الاذاعات مفهوم الاعلام عندهم غلط. الاعلام هو ما شهرة ولا مال. دي حاجة نحن كلنا عارفينها يعني. ما انت لو انا دائما قاعد اقول لو انت جاي تبقى مذيع عشان تبقى مشهور او عشان تلقى فيه قروش دي فكره غلط مفروض انت تشيلها من بالك يعني. دي الناس الحاجه اللي شايلينها على فكره والله العظيم يعني. المذيعين ديل مروجين عليه مستوى الاعلاميين الشغالين يعني. فهي دي الفكره الغلط. عشان كده هم الناس اللي برا الاول خريجين نفسهم هم شايلين فكره غلط. بعدين الجامعه في حد ذاتها هي ما عندها الدراسه التطبيقيه ما عندها دراسه تطبيقيه يعني 4 سنة 5 سنة انت كلها بتقرا نظري. صحيح ما في جانب عملي ما في تاهيل. فالناس ما مكتشفين ذاتهم هم ما عارفين ماشيين وين او عايزين شنو. بالذات فتره الجامعه ربما الواحد يكون ما عارف انه الحياه اللي قدام فيها شنو او هي عامله كيف او حتى بيئه العمل نفسها هي عامله كيف. طيب يا عبير برضو لو رجعنا لنقطه التدريب دي ذاتها وانت قبل ذكرتي انه في اسماء بتكون يعني الناس على حسب الاسم ممكن تمشي الدوره التدريبيه بالضبط كده. طيب نحن نتفق على حاجه في زول او في اعلامي او مذيع ممكن يكون شاطر في شغله زول يعني كويس وهي حاجه لكن رقمي كده ده ما بيأهله لانه هو يكون مدرب او انه يكون مدرب. فبالتالي يعني ما كل زول شاطر او زول كويس في الاعلام قادر انه يفتح مركز بتاع تدريب او انه يقود دوره تدريبيه يعني. ايوه بالضبط كده. فدي المعضله الاساسيه ودي المشكله الاساسيه. هم مراكز التدريب في حد ذاتهم بيستقطبوا الوجوه الظاهره يعني كسبا لين والله انا هحصل على متدربين كثر. فهمتي؟ فكونه انه بعدين عن دوره تدريبيه بتاعه مثلا اعداد وتقديم في البوستر انا حكتب كميه من الحاجات من الاسماء اللامعه من الاسماء اللامعه ربما تكون في بوستر من البوسترات لقاني تقريبا فيه 5 أو 6 في الستة دي حيعملوا شنو يعني حيدربوا ويقولوا شنو هل هم في استوديو مجهز علينا والله ده الطالب كيف حيقف قدام الكاميرا كيف يتلافى الاخطاء كيف يعالج لو في اعداد مثلا ضعيف هو بالتاكيد حيضعف الحلقه انا يعني كيف الادعام على الناس ذاته انه ده يكون مقدم برامج وده معد وده ايوه مخرج ايوه فهم بس الفكره الاساسيه والله بس هو مذيع لكن ما خاتي منهجيه واضحه وما عنده خطه تدريبيه واضحه انه والله بدرب الشباب اللي قاعدين ديل في الاخير هم والله حيدخلوا دوره تدريبيه حيتلقوا معلومات مرات بيكون فابريك حيتناولوا كوبايه شاي كوبايه عصير بعض المقبلات ربما تكون سيلفي صوره بيحط الشهاده حيركنها في الدولاب وحيمشي لمركز تدريبي ثاني وحيلقى نفسه هو في حلقه مفرغه في حاله شتات دايم ما عارف حاجه ايوه ما عارف حاجه. فهي المشكله دايما قاعد اقول انه الشهاده بتاعه الاعلام حتى يعني خلينا نكون معك واضحه وشفافه شويه انا قاعد اقول يا ريت لو ما قريت اعلام يعني صراحة أنا أكون معك واضحة شوية لأنه الشهادة بتاعت الدورة التدريبية ما بتفيدك ولا بتقدمك ولا حضف لك حاجة ولا حضف لك أيوة حاجة أو طريقة عملك في التلفزيون أو في الإذاعة يعني. فالشهادة ما لها أثر كبير في الدورات التدريبية أنا شايفة هو حقيقة ما حضف لك حاجة. صحيح. يعني أنت باجتهادك وبتأهيلك براك لنفسك أنت بتقدم لروحك حاجة كويسة شديد لكن كونه مركز تدريبي أنه يقدمك كزول ناجح ما حيفيدك بحاجة طبعا. أنت حتكون مضيع قروشك في حاجه ما حتوديك لقدام حتضيع زمنك وتلقى الناس ذاتهم حتى اللي معاك حتلقاهم فاتوك بمراحل كبيره شديد. فربما تكون هي المشكله من الاساس من الجامعات الدوله برضو عندها الضلع الاكبر المؤسسات نفسها عندها الضلع الاكبر يعني. جميل. طيب يا عبير كيف ممكن نقول اول جامعات كيف هل لها اثر في موضوع الكبير طيب الجامعه ما عندها منهج تطبيقي. انت بتقري 4 سنة سيوري يعني او حاجه نظريه يعني ما تطبيقيه لحد ما تتخرجي انت بتقري في شيتات بتاعت مراجع لكن فعليا تطبيق انت ما عارفه حاجه لما تطلع بره بتلقي الاعلام مختلف الواقع مختلف تماما انت ما عارفه يعني بتكوني عارفه والله المخرج هو شنو دوره شنو المخرج الاول المخرج الثاني مساعد المخرج المصور التفاصيل دي كلها انت بتكوني عارفاها لكن في الواقع انت ما مكتشفه الحاجه دي وانت ما عارفاها. صحيح. لان يمكن الجامعات يا عبير ما عندها استوديوهات او يعني حاجات مجهزه يعني عشان انت تشوف الحاجات دي عمليا وما عندها ابديت للمقررات نفسه يعني المقرر بتلاقيه ماضي عليه كميه كبيره من السنين ما في متابعه للمقررات ما في مراجعه مع انه
الحياة الرقمية متسارعة جدا ومطورة جدا. الإعلام نفسه في حالة تطور، في حالة تطور يوميا. فالمشكلة دي بتبقى من الجامعات أساسا، كون إنه يكون عندها منهج متطور وفيه حداثة بواكب مجريات الحياة الرقمية عموما. فدي ممكن تخلي الواحد شوي والله عنده خلفية واسعة، أو يعرف إنه هو والله نفسه في شنو. هل هو حيبقى مصور؟ هل هو حيبقى مونتير؟ هل هو حيبقى فني بتاع إضاءة؟ أو غيره من الحاجات يعني. لكن هو بس بيقرأ حاجات نظرية، لكن ما عارف برا في شنو، أو ما عارف الحياة برا هي عاملة كيف. جميل. فدي بتبقى مشكلة يعني. طيب عبير، كثير من الإعلاميين الكبار جدا درسوا، يمكن ما دارسين إعلام، درس أو متخصصين في حاجات تانية، أو حتى على مستوى الزملاء في كثير من الإعلاميين دراستهم غير الإعلام، أو متخصصين في الطب أو الهندسة أو أي كان المجال. فأنت رأيك شنو، إنه نحن ممكن نقول عملوا اقتحام للعمل الإعلامي، بغض النظر عن إنه في شباب دارسين إعلام وموهوبين يعني، وما لاقين فرص في بعض المؤسسات؟ هم ما محترفين بهم، غير إنه هم دخلوا المجال، لكن حتى هم ما محترفين بالشباب، بحكم إنه والله أنا زمان أنا عملته وأنا وأنا وأنا. فتبقى المسائل الشخصية أو الحياة اللي هو عاشها أو مارسها، والحياة العملية اللي هو مارسها، بيشوف إنه والله الشباب ده لا، هم اقل منه، هم ما حيضيفوا له حاجه، هو ما حيعترف بهم يعني، يقول لك احنا زمان عملنا ونحن ونحن ونحن. طيب ليه ما ندي فرصه للشباب الاجيال الجاريه الاعلام يعني؟ ممكن زي ما قلت لك في اقتحام للعمل الاعلامي حقهم، هم ما معترفين بهم صراحه. بتلاقي زول حتى لو لقيت انه واحد من الاجيال القديمه، فاول ما انت تجيه ما حيديك وش كويس، او ما حيعاملك بطريقه كويسه يعني، مش بطريقه كويسه يعني، لكن ما حيديك الضوء الاخضر، عدم تقبل الوجوه الجديده، ما حيديك ايوه ما حيديك ضوء اخضر انه والله، او حتى يساعدك، او حتى يقدم لك مقترحات، او حتى يمهل لك الطريق انه والله ممكن تمشي وين، او تعمل شنو، او انت اللي بينفع معاك شنو في المجال. شوفي عبد الرحمن، انت تحديدا انت بترسم خطتك براحتك وتمشي عليها، لكن ما في زول بيقول لك حتى لو رسمتي حتلقى معضلات، على تلقى معضلات وحاجات، تلقى مطبات كثيره جدا، تلقى مطبات كثيره شديد. طيب نحن لو رجعنا ثاني لموضوع الدورات التدريبيه اللي هي محورنا في الفقره دي، يعني المراكز دي بتدي المدرب شهاده اللي هي ممكن يكون اسبوع اسبوعين ثلاثه على حسب الفتره اللي هم بيقرروها، ربما ثلاثه يوم او ربما ثلاثه يوم. طيب الدوله يعني لو بدنا نتكلم في اطار المسؤوليه، يعني الدوله مسؤوليتها شنو من الكلام ده؟ هي بتقع على المسؤوليه الاكبر في اعداد انه طلع خطه او خارطه تدريبيه للناس الكبار، او الناس اللي عندهم خبره في المجال، تدريبهم هم في الاساس يعني. زول معروف جدا مثلا، اذا افترضنا انه في واحده من القنوات مثلا ضربنا مثل بتلفزيون السودان اكس من الناس، زول عنده باع وخبره في المجال لكن ما بيقدر يعني يدرب، فهي الدوله مسؤوليتها الكبيره او دور الاكبر انها تدرب الناس دي، تدرب الزول ده ناس من الجامعات، تدربهم، تضع لهم خطه تدريبيه، بعدين تمولهم عشان تدرب الشباب ديل. ما تدربني على اساس انه تدخلني قناه الهلال او انا اكون واحد او واحده او واحده من القنوات الثانيه او الاذاعه، تدربني وخليني امشي سوق العمل، بعدين هي نفسها يعني حتستفيد مني، منتج، مصور، فوتوغراف، المهم ايا كان المسمى، انه بعدين حنستفيد منه في سوق العمل يعني. على الاقل نحن حنصهر بيئتنا السودانيه، تراثنا وثقافتنا وحياتنا الاجتماعيه عموما، طبعاً هو واجهة الدولة، فهي مسؤوليتها الكبيرة إنها هي تضع يدها على التدريب عموماً، وتضع لها قانون للتدريب. يلا القانون تحت القانون ذاته، وزي ما ذكرنا قبل إنه هو الإعلام يعني عموماً هو صناعة. فيعني فيما يتعلق بان الدوله تكون مسؤوله عن انها تكون عندها مراكز تدرب او تاهل الشباب دي، وبالتالي عندها مسؤوليه ثانيه كمان في انها تراقب المراكز بتاعت التدريب دي في جوده المحتوى اللي بيقدم. هسه هي ما مراقبه على فكره، ما مراقبه يعني انت سبحان الله، لو جينا لعدم الرقابه سوى كل ما مراقبه حاجات كثيره ومراقبه، سبحان الله في كل المراكز التدريبيه الناشئه ما في رقابه عليها يعني. فما اعرف انه المراكز دي بالجود بتعمل في شنو. في واحده من البوسترات اللي انا لقيتها او لقيتني قبل اسبوعين او اقل، انه على الواتساب، الدوره التدريبيه تقام على الواتساب يعني، مع انه نحن لسه بعيدين جدا من مرحله الاونلاين دي. ايوه نحن وصلنا لمرحله انه انت تدربني تدريب اعلامي على الواتساب، طيب حيكون كيف؟
يعني حترسل لي رساله في الواتساب تقول لي مثلا 1 2 3. طيب انا ما افتح جوجل بلقى المعلومه دي في جوجل؟ في جوجل، في اليوتيوب، في تفاصيل، في قنوات كثيره جدا بالمناسبه ممتازه جدا. يعني افضل من ان ادخل دوره تدريبيه ادفع 25000 ادخل ادفع 30000 عشان ترسل لي رساله على الواتساب. يعني انا اعتقد ده ما تدريب، يعني ده استهتار بعقول الشباب اللي هم لسه فتشوا او بتلمسوا خطاهم في انهم يطلعوا لبيئة العمل. يعني فما في اسوأ من انك تستقطب لك زول بالطريقه دي او انك تدرب بالطريقه دي. يعني طيب عبير، برغم من كلامك الجميل وكثير جدا من الدورات التدريبيه، لكن انا دائما بتاسف وبزعل جدا لما نلقى اعلامي جديد او اعلاميه جديده في اي مؤسسه من المؤسسات الاعلاميه سواء كانت مرئيه او مسموعه، بتلقي عدم تقبل الوجه الجديد، يعني تحديدا من المذيعين الكبار جدا على مستوى القنوات السودانية. هذا أتكلم بشفافية يا إخوان، أتكلم بشفافية جدا، بشفافية جدا وبكل وضوح، إنه ليه نحن ما بنتقبل الوجوه الجديدة؟ ليه؟ السبب شنو؟ يمكن الشخص اللي أنت مستهوين به وشايفه إنه هو لسه في بداية طريق أو إعلامي لسه بسيط، ممكن يكون هو عنده ذخيرة إعلامية أكثر منك أنت القديم. ودي المشكلة الأكبر على فكرة في كل المؤسسات موجودة. إنه الزول عدم التقبل ده على كل المجالات، أسوأ حاجة. لا تحديدا في مجال الإعلام يمكن يعني يكون أكبر، بس لكن هو موجود. عدم التقبل بيعتبر الواحد إنه كأنما أنت بتتغول عليه مكانه، ربما إنك بتتغول عليه مكان، أو ربما هو شايف والله أنتوا الاثنين مستقبلكم ممتاز جدا، فأنا خايف على مركزي أو أنا خايف على مكاني. إذا أنت واصلتي ربما تتغول على حتة اللي أنا قاعد فيها فبكون خايف. فهمتي؟ دي المشكلة. في حين انه ممكن اي زول بيكون بحاجاته وبطريقته وباسلوبه بادواته بادواته يعني. ايوه الادوات بتختلف طبعا من زول لزول، لكن كونك تتقبل زول ثاني فدي بتبقى المشكله. يعني في واحده تروح المنافسه واحده من الشريفه اهم شيء. واحده من القصص اللي انا قريتها، مذيعه جديده فأول يوم تجي الأستوديو يعني، وهي زولة ممتازة جدا، أنا غايته ما سمعتها لكن على حسب ما هم كانوا كاتبين هي زولة شاطرة يعني. فالناس في الجروب بتاعهم هم باعتبارهم زملاء وشلة هم بيتريقوا عليها، هي جاية جديدة حالتها بتعرف حاجة من هذا القبيل، هم زملاء في مؤسسة واحدة يعني. الله، يمكن الزولة جات جديدة تيجي تفوتكم زي ما بقولوا بالواضح كده، زي ما بقولوا شاو تعبر وتمشي يعني. وفعلا قد يحصل يعني. فأنت بتلقي ناس بيهاجموك، لكن بحجمك مش شنو. يلا شوفي يا عبير، هو ممكن انت تلقي كل الحاجات دي، ويعني بالمناسبه اي مهنه او اي حاجه ما حتلقي الطريق مفروش بالورد قدامك. انت لازم تلقي العقبات والناس المحبطين والناس الكويسين والناس اللي ممكن يكونوا دايرين لك الخير وانك تمشي لقدام، لكن في النهايه انت بتمشي بحاجاتك. يعني انا ممكن القى ناس مساندين وداعمين، وانا اكون مثلا زوله ما بمتلك ادوات او مواصفات اللي بتخليني امشي لقدام واقعد ما امشي. ممكن انا يحصل معايا العكس، اكون انا زوله كويسه والظروف كلها تكون ضدي، لكن انا لانه واثقه في حاجاتي. ودي يمكن رساله للناس ذاته اللي هم مثلا من اول عسره او عقبه يعني بيقولوا خلاص بيحبطوا محبط. فدايما الزول بيمشي بحاجاته يعني، ودي الحاجه اللي بتقدمك ودي اللي بخليك تمشي لقدام. كونه انت كونك انك تسمع وتديها على ظهرك وتبقى ماشي. لكن إذا أنت سمعت لي ده وسمعت لي ده صدقين حتخلي المؤسسة وتمشي، وربما تسيب المجال كله وتمشي. ما في المجال الإعلامي بس، في كل المؤسسات وفي كل المجالات، في كل المجالات الزول الجديد دائما بيلاقي هجوم، بيلاقي نسميها ربما تنمر، بالذات الزول الناجح، ربما تنمر بالذات الزول الناجح. العيون حتكون عليه كثيرة شديد، وحتظهر عليه الشائعات كثير جدا. عشان كده ما تلفت خلفك، امشي قدامك بس. ما ايوه هم لو ما شافوا فيك حاجه كويسه على فكره ما هاجموك او ما انتقدوك. لو ما كنت انت انسان انا دائما بقول لو ما انت زول كويس او انسان كويس وكل اللي بتعمل فيه حياتك صح، ما بتلقى زول بيقف ضدك، ولا بتلقى زول بيقول انك غلط، ولا بتلقى زول بيلقى فيك فرصه يركز معك شائعة، او زول يركز فيك اساسا. بالضبط كده، هو اللي بيركز معك هو ده اللي عايز يبقى زيك لكن ما قدر، فبيحاول يقلل من شانك او ينتقدك او يحبطك عشان انت ما تبقى حاجه كويسه. هو هو ما يكون الانتقاد لو ما قدمك طبعا ما برجعك، دي حاجه معروفه عند الجميع وحاجه كويسه بالمناسبه. كون زول ينتقد دي حاجه كويسه على قلب يديك دافع انك تمشي لقدام. طبعا تعرف ذات واغلاطك وين عشان تشتغل عليها. بالضبط. طيب يا عبد، احنا نرجع ثاني للموضوع بتاع الدورات التدريبيه دي، ولو تكلمنا على المستوى الشخصي، انت تطلعاتك شنو للاعلام عموما يعني لقدام؟
اللي انا شايفاه. رغم اللي انت شايفاه. والله نحن انا واصله صراحه يعني هسه انا بعمل في ماستر الاعلام في السنه الثانيه والاخيره من الاعلام. موفقه ان شاء الله. الله يخليك. فمواصله ان شاء الله. ويمكن يكون دي رغبتي يعني، مع انه انا لقيت احباط كبير جدا من ناس البيت. ورجعت يعني كان قريت تمريض في اولى جامعه وصراحه ما لقيت نفسي في التمريض، لقيت نفسك في الاعلام. لقيت نفسي في عشان كده انا بقول انه الزول بيلقى نفسه يعني اللي في الحاجه اللي بتلقى نفسك فيها المفروض تكون فيها. ايوه فما قدرت صراحه يعني كونه انه في اول امتحان لي في الامتحانات سقطت يعني، مش سقطت لكن انا عموما كونه انه حقن دربات حاجات زي دي ما قدرت اتعامل مع المستشفيات والحاجات دي ما بقدر اتعامل معها شديد. فما لقيت نفسي من اول سمستر رجعت لجامعتي يعني. موفقه والله يا عبير. ويعني بالتاكيد الاعلام السوداني محتاج يعني مجهودات كبيره عشان يصل للعالميه وعشان نصل لانه نقول ده اعلام بينافس عالميا. وزي ما ذكرنا انه الاعلام عموما هو صناعه الناس بتدعب عليه عشان نطلع اعلام ومحتوى اعلامي جيد عشان ننافس خارجيا، لانه بالتاكيد الاعلام برا مشى وعبر وبنشاهد يعني كل يوم الاعلام في حاله مواكبه. نحن بنقصنا حاجات كثيره. اولا التدريب ده اهم بند في الموضوع، المفروض ناهل وندرب اعلامي ناجح وبعد ذلك نشتغل على موضوع المواكبه والتطور يعني. احنا سعيدين بك جدا يا عبير. ولو عندك رساله اخيره حابه توجهيها تفضلي. وانا اسعد والله يا تسنيم، الفرصه سعيده وان شاء الله نتلاقى مرات ثانيه في اعلام اجمل يعني ان شاء الله. رسالتي الوحيده للجماعات السودانيه، عليك الله اعمل يا ابديت، عليك الله اعملي ابديت لمقرراتك. اسعي في انك تعملي بيئه تدريبيه محفزه للطلاب، اكتشفي الطلاب ديل، شوفي انهم هم قادرين يخلقوا شنو، على الاقل احنا ننهض بسوداننا. يعني في معظم الدول احنا بنشوفها في الاعلام في الواقع مختلفه تماما. احنا عندنا ارضيه خصبه جدا لكن ما عندنا للاسف انتاج. جميل جدا. يمكن يعني نجم احنا زي ما ذكرنا قبل انه يعني المتدربين تحديدا مفروض يكونوا متريسين شويه في المساله بتاعه المراكز اللي بتقدم الماده الاعلاميه، والمراكز برضو عليها انها تركز على جوده المحتوى اكثر من انها تكون هدفها ربحي في المقام الاول، عشان نحن بنصنع اعلامي وبنصنع يعني منظومه اعلاميه كامله على مستوى الدوله يعني. فبالتاكيد تمنياتنا انه زي ما ذكرتي انه نتلاقى في واقع اجمل وفي اعلام افضل ان شاء الله. جميل جدا. يمكن تسنيم احنا وصلنا لنهايه حلقتنا ومساء الجمعه. والحديث كان مع عبير جميل جدا وكلامك مهم جدا. لكن انا دائما دايره اقول اي انتقاد لو ما قدمك صدقني ما برجعك. وعلى مستوى العلاقات عموما بعيدا عن التدريب الاعلامي او ايا كان شكل الحاجه، اي زول بتحس مجرد احساس انه ما بيقدم لك، انه ما بيتمنى لك خير، اقيف وخليه بعيد منك تماما. وعلى مستوى العلاقات سواء كانت عاطفية أو سواء كان زواج أو صداقة، أي علاقة أنت ما قادر تستمر فيها، حاسي أنك أنت بتتأذي أو متضايق من أي حاجة أو أيا كان شكلها، خط القلم واقفل الكتاب وافتح صفحة جديدة مع ناس جديدين وناس حلوين، لأنك أنت زول كويس بتستاهل الخير وبتلقى زول بتمنى لك الخير وبريدك من قلبه. مساء الجمعة دائما بيكون مختلف وجميل، ودائما المشاوير القصيرة بتنتهي سريع، وما تمنينا انه الساعتين دي تنتهي بالسرعة دي. لكن بنتلاقى ان شاء الله كان حيين الجمعة الجاية، وابقوا طيبين ونختم بلحن المساء يا تسنيم. يمكن يعني انا سعدت بك وسعدت بكل الفقرات اللي كانت الليلة معانا حاضرة في مساء الجمعة، وبالتأكيد كلها كانت عندها قيمة ومحتوى طبعا كبير جدا، وان شاء الله المشاهد يكون استفاد منها. لحد ما نتلاقى في مساءات ثانية في امان الله.